السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا موجودين في أكاديمية الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة بالرياض، وطبعا عندهم هنا أنظمة التكييف التي تعمل بالطاقة الشمسية، نظام البي في. هنا عندنا ده نظام فوتوفولتيك دايركت دايرفن انفيرتر VRF. طبعا هنا شاشات استهلاك الطاقة للمبنى بشكل عام. ده هنا المبنى الباور كونسبشن 4.73. هنا الحمل التبريدي للمشروع 240 طن. لو قلنا ان في 50% شغالين فتقريبا 120 طن، وشغال على 3.6 كيلو وات، يعني ما شاء الله تبارك الله توفير في الطاقة بشكل جيد جدا. المشروع تقريبا اشتغل من سنة. هنا التوتال كونسبشن 151,895 كيلو وات ساعة. انتج من الواح الطاقة الشمسية توتال جنريشن 131,327. التوتال سبلاي اللي استهلكه فقط 20,568. فأنظمة التكييف لنظام الجي ام في 5 بتوفر في الطاقة بنسبة من 60% إلى 80%، بالإضافة ان هم كمان مكملين لألواح الطاقة الشمسية، فيعني استهلاك في الطاقة جيد جدا جدا جدا.